الحيوانات عندها الوفاء والشجاعة وبتعمل المستحيل عشان تنقذ أصحابها من أي خطر، حتى لو اضطرت تواجه حيوان مفترس بتواجهه بكل شجاعة ومش بتخاف منه. والحيوانات اللي هتشوفها دلوقتي أنقذت البشر في اللحظات الأخيرة، زي ما بنشوف الكلب ده بيهاجم الدب المفترس وبيطرده بعيد عن بيت أصحابه والمنطقة كلها. ولو عايز تندهش من شجاعة الحيوانات ورفضها للظلم والعدوان، تابع الفيديو ده للنهاية. إحنا قناة جالك خبر على اليوتيوب. قبل ما نبدأ، صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأكد إن اللايك البسيط بتاعك واشتراكك في القناة ده أكبر دعم لينا. في مشهد تمثيلي، لما الراجل ده تظاهر إنه هيضرب صاحب الحصان، الحصان بتاعه جري عليه بسرعة علشان يحميه، وهنا بيحمي صاحبه من الطور ده. الخيول ذكية جداً ومن أوفى الحيوانات للإنسان. مدرب الحيوانات المفترسة دايماً في خطر، وفي مواقف كتير بيكون ضحية للحيوانات دي، لكن هنا بنشوف شجاعة النمر وخوفه على المدرب بتاعهم، ونجح في حمايته من هجوم الجاكوار المفترس. غالباً الكلب هو اللي بيكسب لما بيواجه الدب، وهنا بيهجم عليه بشراسة وبيطرده من البيت عشان يحمي أصحابه من الخطر. بس لو الدب جعان بيكون أخطر مما تتخيل، والدب ما كانش خايف برغم إن الراجل ضرب طلقة في الهواء، لكن الكلاب ما خافتش منه ووقفت قدام صاحبها تحميه وتواجه الدب اللي أضعاف حجمهم ويطردوه كمان. صعب على الكلاب إنها تعوم، لكن وفائها للإنسان بيخليها تعمل أي حاجة عشان تنقذه، وده اللي بيعملوه الكلاب دي. حتى لو عارفين إنهم هيغرقوا، بيخاطروا بحياتهم عشان ينقذوا أصحابهم. وهنا لما الكلب شاف فرع من الشجرة هيقع على صاحبه، جري عليه وزقه بكل قوته. برغم إن المشهد ده تمثيل، بس البقرة عندها إدراك إن صاحبها في خطر وبتجري عليه عشان تنقذه. حتى الحيوانات دي بترفض الظلم والعدوان. الراجل ده تظاهر بالتعب عشان يشوف رد فعل الكلب بتاعه، ومحاولة الكلب لمساعدته وإنقاذه بتعكس معنى الوفاء الحقيقي عند الحيوانات. وعموما لو الكلاب موجودة للحراسة في مكان، بيكون صعب جدا إنه يتسرق. ولما حصل فيضان، الكلب نزل مع صاحبه في المية عشان يطلعوا العربية. صعب إنك تلاقي صاحب بالوفاء ده. وهنا بينزل في بحيرة متجمدة عشان ينقذوا الكلاب التانية، وما خافش إنه يغرق زيهم. قولي يا صديقي سبب مقنع يخليك قاعد مستمتع بالفيديو للحظة دي، وما تدعمناش بلايك وتشترك في القناة. الثعلب دايما بيخاف ويهرب من البشر، لكن هنا بنشوفه بيهاجم الراجل ده، واللي بيجري بخوف ناحية الكلب عشان عارف انه هيقدر يحميه. القطط حيوانات طيبة ومسكينة، لكن لما حد يقرب من ولادها بتتحول لحيوان شرس وشجاع. وأي حيوان أو كائن حي بيحمي ولاده بطريقته، والبقرة دي كانت هتموت الراجل عشان كان شايل ابنها بس. وفي المشهد ده القطة بتمنع الطفل من نزوله على السلم، لأنها ذكية وعارفة إن الطفل بيعرض نفسه للخطر. الحرامي ده بعد ما دخل البيت عشان يسرقه، ما كانش يعرف إنه هيقابل حارس شجاع، وكان بيتمنى يخرج تاني بسلام من غير ما الكلب يأذيه. وفي كل المواقف تقريبا هتلاقي الكلب بيحمي صحابه من أي خطر. في مشهد غريب بنشوف حيوان الولفرين المفترس بيحفر في التلج عشان ينقذ الراجل ده، وبعد ما كان فاقد الأمل تماما اتكتب له عمر جديد. حقيقي إن الحيوانات في قلوبها رحمة أكتر من بعض البشر. طبيعي إن الكلب يكون صاحب المركز الأول كأكتر حيوان بيساعد الإنسان، وبيستخدم مجهوده وذكاؤه عشان يقوم بمهمة في منتهى الإنسانية مع شخص كفيف.
الدهشة الحقيقية انك تشوف الكلب ده بينقذ البيت من حريق كبير وعنده ادراك وقدر يجيب المية ويطفي النار بذكاء. ومهما كانت المهمة صعبة مش بيتخلى عن صاحبه وبيشيل معاه. الكنجارو هو اللي بينقذ الانسان في المشهد ده، وبدأ يهاجم ويطارد الطائر الضخم لما تعرض للمصور وكان عايز يأذيه. الفيل ده عنده إنسانية أكتر من بعض البشر. لما شاف الغزالة واقعة في المية ومش عارفة تساعد نفسها، فضل يصرخ بصوت عالي عشان حد يسمعه وينقذ الغزالة من الغرق. وبالفعل الراجل ده سمع صوته من بعيد وقرر ينقذ الغزالة ويرجعها للحياة مرة تانية. برغم إن ده كلب صغير وما كانش هيقدر يأذي الراجل ده، إلا إن القطة بتاعته خرجت تدافع عنه وتهاجم الكلب بشراسة. وفي المشهد ده كلاب الشارع الضخمة كانت بتنبح على الراجل ده، ولما كان بيحاول يدافع عن نفسه بخوف ظهر الكلب بتاعه وهجم على كلاب الشارع عشان يحمي صاحبه. مش بس الكلب ممكن ينقذ ويساعد البشر، وبذكاء وشجاعة بينزل المية وبيشد المركب عشان يوصل الحيوانات اللي فيه للشاطئ بأمان. الحيوانات عندها غريزة الدفاع عن أشقائها والوقوف ضد الظلم، زي ما بنشوف الحمار الوحشي ده بينقذ أخوه من فك أنثى الأسد المفترسة. النمر من أسرع الحيوانات في العالم، والغزال هو الفريسة المفضلة بالنسبة له، ولما النمر اصطاد فريسته كانت القرود بتشوف الموقف ومش قادرة تعمل حاجة، وهتستغرب من اللي هيحصل دلوقتي. فجأة وبدون تردد كل القرود قرروا ينقذوا الغزالة من الموت ورفضوا الظلم والعدوان، والاتحاد في عالم الحيوان يقدر يكسر قوة أي حيوان مفترس. عشان كده نجحوا في إنقاذ الغزالة وطردوا النمر لأبعد مكان، وعملوا ده بذكاء كبير. فريق كان بيطارد النمر وفريق تاني بيقدم المساعدات للغزالة وبيساعدها إنها تعيش. ودي رسالة مهمة بتقدمها الحيوانات للعالم اللي صدعنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان. لو الفيديو ده عجبك ادعمنا بلايك وشير، ومهم جدا تشترك في القناة. ولو ما عجبكش خليك إيجابي وقول لنا ما عجبكش ليه. ظهر لك على الشاشة فيديو خطير هيغير نظرتك عن الحيوانات تماما. أشوفكم في فيديو جديد.